عندك؟ لا 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 دن مشاهدين الشباب، انا شفت في مرحبا بكم في المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا رجال الوقايه المدنيه دخلوا على الخط، واحد الفوضى، حدث واحد الشخص كان في حاله هيجان واعتدى على واحد الشخص بالضرب والجرح وواحد السيده، وعلى اثر ذلك دخلوا رجال الامن تم الايقاف ديالو وتحويلو الى مصلحه الشرطه قبل قليل، فيما سياره الاسعاف تابعه لجهاز الوقايه المدنيه قاموا بنقل الشخص المصاب الى المستشفى. هذا الشخص الذي اصيب على مستوى الوجه ديالو، خصوصا على مستوى حسب ما هي ما تقدر تشوف بانه اصيب على مستوى الانف ديالو. كان عندنا كيف كتشوفوا سياره الاسعاف هي كتقوم بالنقل ديالو الى المستشفى، ربما غادي ياخذوه المستشفى مولاي يوسف من اجل تلقي العلاجات الضروريه. بالتاكيد غادي ياخذوه الى المستشفى مولاي يوسف. الشخص اللي اعتدى عليه هو واحد السيده، تم الايقاف ديالو على الفور طرف على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.